اليوم غادي نشوفوا صفحة 220 من كتاب مفيد في اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائي. نواصل مع الظواهر اللغوية. قال لك املأ، السؤال الأول يقول املأ الجدول بالمطلوب. المطلوب منا شنو هو؟ اسم مفرد، اسم مثنى، اسم جمع. مفرد يعني واحد، مثنى يعني جوج، جمع يعني ثلاثة فما فوق. إذن اسم مفرد مثلا باخرة، باخرة، مثنى باخرتان، جبطويت باخرتان، الجمع ديالها هو بواخر، بواخر. مثلا مركب، مركبان، مراكب. مثلا بحر، بحران، بحور، وهكذا. انتم اختاروا اللي بغيتوا. نشوفوا ثانيا شنو مطلوب منا. قال لك السؤال الثاني قال لك اكتب ان او لن او لم او لا ان هي مكان النقط، مكان هذه النقط، هذا هنا ولا هنا ولا هنا. واشكل اخر المضارع. خلاو لك هذا الاخر ديال المضارع ما مشكلش باش يعرفوك واش عاد جزمها، واش عاد لها السكون، ولا عاد تنصبها، يعني يتاكدوا منك واش فاهم ولا ما فاهمش. اذا اول حاجه بعدا خصنا نختاروا الكلمه المناسبه، يعني هذا الحرف المناسب. مثلا هنا يشعر بشساعة البحر إلا راكبه، قال لك ما يحس بالكبورية ديال البحر غير شي واحد اللي يركب فيه. إذا شنقولوا؟ لن، ما يشعرش بالشساعة، لن شنقولوا؟ لن شنو كدير؟ كتنصب في المضارع، لن يشعر، لن يشعر بشساعة البحر إلا راكبه، لن تا واحد ما يشعر بالشساعة ديال البحر إلا اللي كيركب فيه. هنا قال عادل لوالده، عادل قال باه اريد شنو؟ بغات لنا ان ولم ولا، واش غنقولوا اريد لا اركبه ولا اريد ان اركبه ولا اريد لم اركبه؟ اريد ان. عادل شنو قال باه؟ انا باغي نركب في شي باطو، اريد ان اركب ولا بو ولا بي ولا ب، ان اركب. ان ولن كينصبوا في المضارع، شتي؟ أن أركب سفينة. هنا يكن يعرف أن البحر شاسع. لم، ما كانش عارف هذا الولد عادل أن البحر كبير. لم يكن، شتي السكون، يكن يعرف أن البحر شاسع. إذا لم راه كتجزم الفعل المضارع. هنا تتأخر عن ركوب السفينة، لا تتأخر، هذه ننهى ولا الناهية، لا كيقولوا ما تأخرش على السفينة، لا تتأخر، السكون، لا تتأخر عن ركوب السفينة، واضح؟ نمر الآن السؤال الثالث، شوف شنو مطلوب منا. السؤال الثالث ماذا يقول؟ أحوله، شنو نحول؟ هاد الجملة، هذه الجملة شنو فيها؟ تأمل البحر وشاهد شساعته، يعني بقى يشوف في البحر ولاحظ أن البحر كبير. هذه نحولوها على حساب الضمائر اللي هنايا. نحن ماذا؟ نحن تأملنا البحر وشاهدنا شساعته. واضح؟ تأملنا البحر وشاهدنا شساعته. واضح؟ أنا شنو نقول؟ أنا تأملت، تأملت البحر وشاهدت شساعته. واضح؟ أنا تأملت
البحر وشاهدت شساعته. أنت ماذا سنقول؟ أنت تأملت، أنت تأملت البحر وشاهدت شساعته. واضح؟ أنت تأملت البحر وشاهدت شساعته. أنتما ماذا؟ الله أكبر. أنتما تأملتما، أنتما تأملتما البحر وشاهدتما شساعته. واضح؟ أنتما ماذا؟ أنتما تأملتما البحر وشاهدتما شساعته. نمر. أنتم ماذا؟ أنتم تأملتم البحر وشاهدتم شساعته. واضح؟ أنتم قلنا تأملتم، ما تنسوش الشد على الميم، البحر وشاهدتم شساعته، حيث ما كنقولش آمنتم، تأملتم. هي تأملت، تأملت البحر وشاهدت شساعته. تأملت، هنا راه تأتي الساكنة، ولكن كتلاقى مع هذه كتولي إذا التقى ساكنا. تأملت، تأملت البحر وشاهدت شساعته. هما تأملا، تأملا البحر، هنا مثنى، وشاهد شساعته. هما تأملا، تأمل البحر وشاهد شساعته. هن ماذا؟ هن تأملن البحر وشاهدن شساعته. واضح؟ تأملن البحر وشاهدنا شساعته. الآن نمر للتمرين الرابع، الإملاء. نشوفوا فوكاش نديرو الشمسية والقمرية. لا، هذه همزة الوصل وهمزة القطع. رابعا، أكتب ال أو ال في الفراغات. هنا شنو نقولوا؟ البحر متلاطم الأمواج. هنا ال، هنشوف ال، البحر، هذه همزة القطع، البحر متلاطم الأمواج. شفتوا؟ البحر متلاطم، شوف هنا الأمواج، البحر متلاطم الأمواج. هنا المراكب، تاني المراكب تمخر عباب المياه، همزة الوصل، المياه، هذه كتنطق، هذه ما كتنطقش، همزة القطع كتنطق، همزة الوصل ما كتنطقش. واضح؟ ندوزو للتمرين الخامس، شنو نشوف شنو مطلوب منا في التمرين الخامس. يقول أكمل كل جملة باسم إشارة مناسب. مثلا وطن هو مذكر ومفرد، شنو نقولوا؟ هذا، هنا مذكر واحد ومفرد، هذا وطني، هذا وطني. شنو نقولوا؟ هذه مؤنث ومفرد، شنو نقولوا؟ هذه، هذه باخرة. واضح؟ مسافرون جمع مذكر، شنو نقولوا؟ هؤلاء
هؤلاء مسافرون. هذا مثنى مذكر، شنقولوا؟ هذان قائدان. واضح؟ الآن نمر إلى التمرين رقم 6. التمرين رقم 6 يقول، شاهد جيدا، هنا بغاوك يشوفوك الهمزة المتوسطة واش كتعرف تكتبها ولا ما كتعرفش تكتبها. ديما كتكون قدامنا همزة متوسطة، هنا الهمزة المتوسطة وهنا الهمزة المتطرفة. واضح؟ مثلا هنا رأس، هذه الهمزة ساكنة، شنو سابقها؟ سابقها فتحة. إذا الفتحة كتغلب السكون، من كتغلبو كتقول له أعطيني أنا ندير على الهمزة نحطها على الألف، حيت الألف كيعجب الفتحة. إذا عندي رأسون، كما شرحنا في الدرس رأسون، علاش درتها في الألف؟ لأن غلبتها، هذه ملي ضربت هي وياها غلبتها. هنا زئير، إذا الهمزة شنو كاين هنايا؟ زئي، يعني كاينة كسرة، وهنا اللي قبل منها فتحة. شكون اللي كيغلب الكسرة؟ كتغلب الفتحة، كتقول أعطيني ديك الهمزة نحطها عليا. زئيرون، أنت كتلاحظ هنا فتحة، هنا كسرة، شكون اللي كتغلب الكسرة؟ كتغلبهم كاملين. إذا غلبتها كتقول أعطيني عندي الهمزة فوق ليا ديالي. واضح؟ ندوزو لهذه سؤال. سؤال كاينة ضمة سؤال ضمة مع فتحة، شكون اللي كتغلب الضمة ولا الفتحة؟ الضمة كتغلب، من كتغلب كتقول أعطيني ديك الهمزة نحطها أنا عندي، وفين كتحطها هي اللي كتعجبها هي الواو. سؤال سؤال، ديما الفتحة كيعجبها الألف، الضمة كيعجبها الواو، والكسرة كيعجبها الياء. هنا ملأ، ملأ فتحة مع فتحة كنديرو الألف، ملأ. هنا بطوء ضمة مع فتحة كنديرو الواو، با طو أ، بطوء. هنا مليء، هنا كاينة حرف ديال المد كنديروها على السطر، مليء أن، مليء أن. واضح؟ دابا نمرو للتمرين الثامن والأخير في هذه الصفحة، نشوف شنو مطلوب منا. ياك أحذف ال من الكلمات وأعيد كتابتها الجمل. هذا نحيد لها ال، شغتولي هذا قاض، هذا قاض عادل، كنحذفو الياء، عادل. هذه عصا، هذه عصا طويلة، كتحذفش الألف معها، هذه عصا طويلة. هذا فتى محبوب. واضح؟ هذه الصفحة 220 منها انتهى.